برعاية وحضور قداسة مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، انطلقت فعاليات مهرجان الرها للأغنية التراثية السريانية في القامشلي بالوقوف دقيقة صمت في حفل الافتتاح لأجلي أكرم من في الدنيا وأنبلي بني البشر. من نصيبين القامشلي إلى الرها هو تعبير عن روح الحياة المتجددة في نفس الإنسان السوري بشكل عام، في نفس أهل القامشلي اللي قبل تقريبا سنة تعرضوا لحادث إرهابي دموي بوجودنا هون بهالقاعة هاي، فهالسنة رجعنا اجتمعنا بهالقاعة حتى نقول للكل إنه الإرهاب ما رح يمنعنا من إنه نعيش حياتنا. نقول من زالين من القامشلي هنا صوت الحياة وصوت الانتصارات، هنا من القامشلي نقول مرة أخرى نحن هنا والانتصارات على الإرهاب. هذا المهرجان هو رسالة حياة يبعثها السريان الموجودون في مدينة القامشلي وفي أبرشية الجزيرة والفرات، وبوجود رئيس كنيستنا قداسة الحبر الأعظم مار أغناطيوس أفرام الثاني كريم ابن مدينة القامشلي البار، نريد للعالم أجمع أن القامشلي سوف تبعث من الرماد من جديد. القامشلي لا تقبل إلا أن تعيش. أثبتنا أن نحن في سوريا أهل أن نكون أبناء الحضارة، واللي أعطينا الحضارة لكل العالم، واللي ما بيقبل نحن غصبا عنه خليه يقبل. وسوريا موحدة، ولا يمكن نقبل شبر من أراضي سوريا يتجاوز عليه أحد. صالة مار جبرائيل في القامشلي غصت بالحضور الرسمي والشعبي، حيث أنغام الموسيقى السريانية المتوارثة عبر الأجيال تترجم رسالة الحياة المستمرة في سوريا رغم كل التحديات بهمة أبطال الجيش العربي السوري. نحن السريان رح نستمر بالتراث يلي بنوه أجدادنا، ونستمر عم نثابر فيه بالأجيال يلي عدنا. اليوم هي رسالة تجذر وانتماء للأرض، وهي رسالة صمود وإصرار على الحياة والبقاء في هذه الأرض وباللغة المقدسة، لغة سوريا القديمة. وفي ختام اليوم الأول قدمت لجنة المهرجان درع المهرجان لقداسة البطريرك الذي أكد أهمية الحفاظ على الهوية السورية وتراثنا وتاريخنا ولغتنا السريانية من أصول التاريخ السوري وحضارته.